بهالبيوت أولويات الحياة مختلفة. وقت يكون هاجس البقاء هو الطاغي بيصير كل شي تاني حتى الحلم نوع من الترف. المنطقة بالمرة عدم، لا بتعرف تنامي لا بتعرف تقومي، جاي الوسخ القرف المي الكهرباء، يعني شو بدنا نحكي أكتر من هيك؟ ما في كبار، يعني ما في حدا ينبه إنه على هالولاد تنضب من الشوارع، يعني يرجعوا الحالة مثل ما كانت هي عليه، يساعدوا هلأ شوية هالعالم أشغال ما في، يعني شو بيعمل الواحد بضل يتدين؟ ما معقولة. يعني جوزي مريض وما عندي أولاد ولا عندي حدا وما في مساعدة من أي شيء أبداً، وبيئة هون تعرفيها كيف مثل ما لك شايفي. كم موهبة هون ما شافت النور بسبب قلة الحيلة، وكم حلم اندفن بسبب البير وغطاء. بس بهالأماكن اليد قصيرة والعين بصيرة وشاهدة على سنين من الإهمال. زبالة جاية قرف برغش، هيدا نمل بيعقص. كانت البلدية كانت البلدية تجي تش المنطقة كلها، هلأ ولا شيء، بزتوا زبالة بزتوا هون على البواب عم بزتوا، الريحة قتلتنا، الجي القرف، أولادنا مرضت والله العظيم، كل واحد بقى هالقد بجسمه، المجارين عم بتطوف على العالم. هادي الله بقولها هيك؟ الله ما بقولها هيك. يعني بدنا الصرفة تجي إسرائيل تمحينا نروح نرتاح بقى، بدنا نرتاح.